فرحانه اليوم انني نكون من ضمن الطاقم الكبير الفني ديال الفيلم السينمائي الجميل هوليوود سمايل، ان فيلم ديال العائله 100%. فرحانه بزاف انني نكون مع رفيق بوكر، هناء المريني، بزاف بزاف حياه عبي، فاطمه، فاقصه العدو، خالد الخالد، طارق الخالدي، علي الطاهر المخرج الجميل، ولا برودكسيون ديال ليلى فنان. فيلم 100% كما قلت لكم عائلي، فكنصحكم اكيد تفرجوا في هوليوود سمايل. استواك اللي هي زوينه وزوينه بزاف. الدور ديالي هو اللعابه، لعابه عونيه، عونيه مع اللعابات، رئيسه الفرقه ديال واحد العونيات، ومرات رفيق بوكر اللي هو صانع اسنان، واللي كنقول انا اللي خصك تقول للناس انك طبيب. الجديد ان شاء الله هو الفيلم السينمائي هوليوود سمايل. السلام عليكم، معكم حياه عبي ممثله، دونك مشاركه في فيلم هوليوود سمايل في الدور ديال سهام. كما غتشوفوا ان شاء الله فاش غندخلوا نشوفوا الفيلم. سهام هي واحد البنت مفششه ديال العائله ديالها، العائله اللي غيوقع ليها صراع مع صاحب الاسنان واللي هو البطل ديال الفيلم رفيق بوبكر، واللي غيوقع بيناتهم واحد الصراعات ما بين العائله ديال رفيق بوبكر والعائله ديال سهام، يعني على بسبب داك الفم ديال الذهب، دونك غيدخلوا في صراعات كبيره مع بعضياتهم. ما غنحرق لكمش عفوا الاحداث ديال الفيلم، حتى تكتشفوا من بعد. وشكرا حيت جيتوا تشوفوا الفيلم، وشكرا لكم. طيبا. السلام عليكم، بغيت نقول للناس بزاف اللي حضروا يتفرجوا في هوليوود سمايل، واحد الفيلم اجتماعي كوميدي 100%، فيه مواقف زويونه، فيه طرائف اللي دراميه وكوميديه. غنخليكم تحكموا على الفيلم منين تفرجوا فيه. بالنسبه للدور اللي انا لعبه فيه، لعبه دور نقافه اللي هي كتموت على الذهب، وهذا هو السبب اللي غيخليني نمشي عند الطبيب ديال السنان اللي هو رفيق بوكر، وعليها غيطرا واحد الاحداث خطيره بزاف. ونخليكم تفرجوا، ما نحرقش لكم بزاف المواقف. وشكرا بزاف على الحضور ديالكم، وشكرا بزاف للناس اللي حاضرين معنا هنا بالوليدات ديالهم وبرجالتهم بعيالاتهم. كنقول لهم شكرا، شكرا للمغاربه بزاف على هذه المسانده اللي كيساندوا المنتوج المغربي. كنقول لكم شكرا بزاف، وحنا بلا بكم ما كنسواو حتى حاجه. ان شاء الله كاين مسلسل يلاه غادي يدوز ان شاء الله في دوزان، ديجا سالينا التصوير ديالو، سميتو بنات الوقت، لعبه فيه شخصيه مختلفه على الكوميديا، شخصيه جديده. وكاينه مسرحيه ان شاء الله غادي تدوز في شهر 9 من الاخراج ديال الاستاذ عاجل والاستاذ النجوم، اللي حتى هي فيه شخصيه جديده وتجربه جديده. وكاينين فيستيفالات وكاينين الافلام ان شاء الله غادي نبداو التصوير ديالهم ان شاء الله في شهر 9. فيلم عجبني انا، فيلم كوميدي كيضحك، راكم كنتو كتسمعوا القاعه كلها كتهز وتحط بالضحك. نتمنوا ينجح، نتمنوا المغاربه يجيو بكثره باش يشوفوه. المهم هذا كيدل على ان الكوميديا مازال حيه، مازال كاينه في المغرب. الله يوفقهم والله يكمل عليهم بخير، كلهم يستاهلوا، لا الممثلين صحابي، لا المؤلف صاحبي، لا المنتجه صديقتي، الله يكمل على الجميع بخير. وشكرا لكم انتم بزاف، لانهم والله العظيم المواظبه ديالكم والوقفه ديالكم مع المنتجه هو اللي خلى هذا العمل يوصل لهذا المستوى. الله يعطيكم الصحة كلكم، الصحة كلكم، الله يعطيكم الصحة. الفيلم كما شفتوا اليوم كيف ما قلتي دور سهل ممتنع، الحمد لله قدرت انني نهضر بشمالية في واحد الفيلم اللي غيدوز في السينما اللي غيدوزو في المغرب كامل. كنتمنى ان الفيلم يروق الاعجاب ديالكم انتم كنقاد وصحافة، ويروق الاعجاب الجمهور المغربي اللي حاولنا اننا نعملوا الكوميديا السهلة اللي يقدر اي واحد يجي يتفرجها ويفهمها بسيناريو محبوك. واخا كنعرفوا ان السينما كيكون فيها بزاف الحاجات ما كيقدروش العائلات يدخلوا، ولكن هذا فيلم مغربي بامتياز. فالحمد لله انا فرحانه بزاف بالنتيجه ديال العمل المتكامل اللي كان من اخراج علي الطاهري، اعطاني فرصه فيه كنقولوا شكرا بزاف. والعمل ككل كان من انتاج مدام ليلى، كنقولها شكرا على الثقه. كنقول ان المعهد واخا ما كنتش في الرباط، ولكن كان عندنا معاهد مصغره في الشمال، كان عندنا معاهد في دور الثقافه في دور الشباب. الحمد لله انا كنعتبر راسي قريت على يد اساتذه بزاف، كانوا كيجيو عندنا الشمال، كيجيو عندنا من الرباط من كازا. فالحمد لله انا الموهبه حاضره، وفي نفس الوقت كتثقل بالقرايه، فداكشي بان وقيله اليوم الحمد لله. السلام عليكم، ابتسام جباري، استاذه وصحفيه،
بالخبريه. المهم فيلم في المستوى عجبنا بزاف. في لاسورتي ديالو ان شاء الله اللي غتبدا دي دومان ان شاء الله غتضحكوا مزيان. وعجبونا الممثلين من بطوله الفيلم، كان من بطوله رفيق بوبكر وسكينه درابيل اللي مخرجيه علي طاهري، ولا بروديكتريس كانت المنتجه هي ليلى فنان. صراحه جو فوز انفيت فيفمون ا لو فوار ان شاء الله دي لا سورتي. راه فيلم في المستوى وكيضحكنا بزاف وعجبنا، وكنتمنى انكم تتوما تجيو تشوفوه ان شاء الله. شكرا لكم. صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كاعلامي لا يسعني الا ان اشجع على مثل هذه المبادرات من هذه الافلام اللي في الحقيقه صالحه المواطن المغربي مع السينما المغربيه. هذا الفيلم اللي كيحاول لانه